وبس. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة 8 إبريل الموافق 7 رمضان. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير على جميع المشاهدين. زي ما أحمد قال النهاردة إحنا 7 رمضان، يعني فات أسبوع على الشهر الكريم، وإحنا متعودين إنه في الشهر الكريم بيبقى فيه وجبة دسمة من الدراما التلفزيونية والبرامج. طبعا شهر رمضان احنا متعودين عليه على المسلسلات بتاعته، واللي في الحقيقه السنه دي مختلفه عن كل سنه بسبب في هدوء كده في الاداء بين الممثلين، القصص حلوه جدا ما فيهاش اي نوع من انواع النحت في اي حاجه، الكادرات بتاعه التصوير عالميه. طبعا انا لو هتكلم على مسلسل مش هنخلص، لكن من المسلسلات اللي الناس تتكلم عليها كتير قوي على السوشيال ميديا طبعا مسلسل الاختيار، اللي هو في الحقيقه خارج المنافسه، في يعني اعاده اكتشاف كده الفنان ياسر جلال اللي هو في الحقيقه ابهر كل المشاهدين. السوشيال ميديا كلها بتتكلم على الاداء بتاعه، هو فنان متمكن مش من النهارده في الحقيقه، لكن هو متمكن من زمان جدا. في مسلسل في الحقيقه كان يعني مفاجاه لينا كلنا، هو الكبير 6، يعني 6 اجزاء من المسلسل ده الناس افتكرت انه خلاص كفايه كده، مستحيل يعمل حاجه جديده، نفس الشخصيات بيلعبها كل سنه، وبعد اختفاء كام سنه فاتت يمكن 5 سنين ازاي راجع تاني بنفس المسلسل، لكن تظهر شخصيه جديده زي مربوحه اللي بتقدمها الفنانه رحمه احمد بكل ثقه وبكل تجدد، تقلب الموازين كلها والناس كلها تتكلم عن الحلقه بتاعت امبارح او اول تقريبا لو انا مش غلطانه، اللي قلبت الموازين والناس كلها كانت بتضحك عليها بكده، يعني اداء حلو وراقي في نفس الوقت انت قادر تتفرج عليه وقادر الاسره كلها تبقى قاعده من غير اي اسفاف ومن غير اي حاجه تضايقك او تضايق لو في اولاد صغيرين بيتفرجوا. في الحقيقه الناس ابتدت تقارن بين رحمه احمد ودنيا سمير غانم، وهي نفسها طلعت قالت انه ما ينفعش نقارن لان هما شخصيتين مختلفتين. دنيا سمير غانم فنانه كبيره جدا جدا، ورحمه احمد امبارح او في الحلقات اللي فاتت اثبتت نفسها قد ايه هي فنانه ليها مستقبل باهر. من ضمن المسلسلات برضو اللي تنفع للاسره كلها هي في بيتنا روبوت، اللي في الحقيقه تقدر تسيب اطفالك وانت تروح تعمل اي حاجه تبقى مطمن، مفيش اي يعني حاجه تقلقك من المسلسل ده. ومسلسلات كتيره جدا بنشوف فيها زي ما قلت لكم كادرات حلوه، صوره حلوه، قصه حلوه، أداء راسي وهادي وهدوء في التمثيل وأداء حلو جدا، منهم طبعا الفنانة نيلي كريم وغيرهم وغيرهم. سؤال الحلقة بقى النهاردة، إيه المسلسلات اللي بتتابعها وأحداثها مأثرة فيك وليه؟ لكن طبعا قبل ما نسأل حضراتكم خلوني أسأل زميلي في الاستوديو أحمد. بإذنك أجاوب يعني. اتفضل. طيب عجبني بس بسنت يعني فكرة وصفك للمشهد الدرامي في رمضان تحديدا، وظهور الفنانة رحمة أحمد في الكبير الجزء السادس ليه بشخصية مربوحة اللي كان أول ظهور ليها أول امبارح، وكان في حالة من حالات المقارنة اللي بدأت تحصل على السوشيال ميديا، ويمكن ده حاجة طبيعية احنا تعودنا عليها، أي حاجة جيدة دايما بيكون في نوع من أنواع جلد الذات للسوشيال ميديا. لكن عجبني قوي رد لرحمة أحمد نفسها اللي قالت لك في أنا ما ينفعش أتقارن بدنيا سمير غانم لأن أنا واحدة من الفانز أصلا بتاع دنيا سمير غانم، ويعني بجد شابو على الرد ده لأن ما فيش مقارنة، أكيد ربنا سبحانه وتعالى خلق صفات لكل واحد، لكن إن أنت تدخل نجم جديد في يعني مسلسل كبير، المسلسل ده كان فيه الفنانة العظيمة دنيا سمير غانم وكانت عاملة دور هايل وكان الكل شايف ان هي شخصية اساسية او يعني محور رئيسي في الاجزاء السابقة للكبير، وتظهر نجمة جديدة وتاخد الدور ده وتبقى حالة الكل بيتكلم عليها في اول ظهور ليها، فطبعا نقول لها يعني برافو عملتي دور هايل يا رحمة. لكن سؤال بس انت بقى بتتفرج على ايه في رمضان وايه الاعمال الملفتة ليك؟
يمكن في الحقيقه بسنت في عندنا حاله من حالات التنوع، شايفين في رمضان في تنوع سواء كانت اعمال دراميه، اعمال خاصه بالاطفال، اعمال وطنيه ايضا. لكن قبل ما ندخل في ده وانا بتفرج على ايه، طبعا انا بشيد هنا بدور المتحده للخدمات الاعلاميه تحديدا علشان المسلسل الخاص بيحيى وكنوز. اول مره يبقى عندنا يا جماعه مسلسل اطفال، المسلسل ده انت بتخلي ابنك يتفرج عليه وهو امن، مش بيتفرج على مسلسل جاي من الغرب متصدر لنا من الغرب، عاداته وقيمه ومبادئه بتتنافى تماما مع العادات والتقاليد المصريه. لا كمان بس مش مسلسل يعني اطفال، لا ده بيزرع فيهم كمان قيم اخلاق وطنيه كمان من الصغر، فحقيقي بنحييهم على هذا العمل العظيم. لكن لو هنرجع بقى لسؤال انا بتفرج على ايه، يمكن انا بحكم شغلي اللي بيميل شويه للعمل السياسي فانا بحب الاعمال اللي هي من النوع الوطني او الاعمال اللي ماخوذه من ملف المخابرات المصريه، بنتكلم على مسلسل العائدون تحديدا ومسلسل الاختيار. ليه انا بميل لدول تحديدا؟ لو هنتكلم على مسلسل العائدون، انت عارفه ان انا طبيعه شغلي كانت في البدايه كنت مراسل فعاصرت وشاهدت كل هذه الأحداث، ففكرة الحلقة اللي وأنا بتفرج عليها بيبقى عندي كده شغف وعارف السيناريو اللي جاي بعد كده إيه. يمكن لو هنتكلم مثلاً على الاختيار امبارح، شفنا حصار المحكمة الدستورية العليا، أنا كنت موجود في الأحداث دي وكنت بغطيها، فأنا شايف مسلسل في نسبة كبيرة جداً من المصداقية، وفي يعني بنسبة 100% أنت بتحترم عقل المشاهد المصري وبترجع له للذاكرة وللأذهان مرة تانية الأحداث اللي حصلت وإيه اللي حصل علشان ناخد قرار 3-7 يعني خلاص مصر من هذا الحكم تحديدا. لكن لو هروح كمان لمسلسل من المسلسلات اللي برضو أنا كنت سعيد جدا وأنا بتفرج عليها، هي أو هو مسلسل العائدون، لأن مسلسل العائدون بيحكي على تجربة يعني داعش اللي كانت موجودة في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من الأماكن الأخرى في المناطق العربية، وإزاي الجهاز المخابرات العامة المصرية كان مخترق لصفوف داعش وقدر اللي هو يحمي مصر من خطر العائدون من داعش تحديدا. وهنا برضو هتكلم اللي أنا يعني كان عندي سؤال زمان بسأله لنفسي أثناء يعني ما رحت أكتر من مرة علشان خاطر نجيب المصريون العائدون من ليبيا اللي كانوا مختطفين على يد داعش تحديدا، كنت بقول هو إزاي ليبيا اللي فيها دمار وفيها كل ده قدرنا اللي احنا نجيب مصريين خاطفينهم داعش هناك؟ كان سؤال في حالة من حالات العلامات الاستفهام الكتيرة اللي بالنسبة لي الناس كلها خايفة انها تروح ليبيا، ازاي احنا بنقدر اللي احنا يبقى لينا سيطرة ونجيب ولادنا اللي اتخطفوا هناك مرتين، مرة من 6 سنين ويمكن مرة شهر مايو القادم، 1 مايو تحديدا او 2 مايو هيكون ذكرى مرور عام على استقبال 23 مصري اتخطفوا في دارنا في ليبيا تحديدا، وكنت يعني شرفت بيه اللي انا اروح على الحدود المصريه الليبيه ونستقبلهم اثناء عودتهم، فلقيت ان الاجابه اللي احنا كنا فعلا كان لينا تواجد هناك، كان لينا اختراق لصفوفهم، فعلشان كده قدرنا ان احنا نبقى عارفين تحركاتهم ونحمي الامن القومي المصري. فيمكن دي من اهم الاعمال اللي انا بحب اتفرج عليها في رمضان لانها يعني قريبه لقلبي بكونها احداث واقعيه، كنت يعني متواجد في جزء كبير من احداث الاختيار تحديدا يعني اثناء تغطيتي لها كمراسل ميداني في الشارع تحديدا. لكن سؤالنا لحضراتكم هو ايه هي المسلسلات اللي بتتابعوها في رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على السوشيال ميديا الخاصه بينا في صباح الخير يا مصر، هننتظر انا وبسنت اجاباتكم عليها وهنشارككم معاها يعني وهنقول تعليقاتكم عليها خلال فترة الحلقة الخاصة بينا. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم من جديد وبنفكر حضراتكم ان تبعتوا لنا اجاباتكم على صفحتنا على السوشيال ميديا على فيسبوك، المسلسلات اللي بتتابعها في رمضان واحداثها مؤثره فيك. وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا ونتعرف منها على اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير عليكي بسنت، صباح الخير يا احمد. ليندا بتتفرجي على ايه في رمضان والمسلسلات اللي مؤثره فيك لغايه دلوقتي ايه؟ بصي يا بسنت، انا بحب جدا المسلسلات اللي فيها اثاره وتشويق، ولقيت الموضوع ده في مسلسل سوتس بطولة الفنان طبعا آسر ياسين، اللي أنا شايف الحقيقة لايق جدا على شكله وشخصيته الدور ده. وكمان عجبني جدا المحادثات والمشاهد اللي ما بين الفنان أحمد داوود ومحمد شاهين، بالذات إن هي بجانب الإثارة والتشويق فيها نوع من أنواع الكوميديا كده. حسن هم منافس بشكل كويس قوي النسخة الأمريكية منه. صراحة حلو.
حلو. بالنسبة لحالة الطقس بقى، في انخفاض كبير في درجات الحرارة. امبارح القاهرة سجلت 39، النهاردة الحمد لله بتسجل 32. الحمد لله. يا رب تنزل أكتر. يا رب هتنزل فعلا أكتر في الأيام الجاية وتتحسن بشكل كبير إن شاء الله. تفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. هنبتدي مع سعر البيع، هيكون 18.38، أما الشراء ف 18.28. اليورو البيع بيسجل 20.03، والشراء بيسجل 19.91. الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.04، أما الشراء فبيسجل 23.89. الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.70، والشراء بيسجل 19.59. هنروح لليوان الصيني، البيع بيسجل 2.89، أما الشراء فبيسجل 2.87. الريال السعودي البيع بيسجل 4.90، أما الشراء فبيسجل 4.87. الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.38، أما الشراء فبيسجل 59.97. الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5، والشراء بيسجل 4.97. أما بالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 839 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 979 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1118، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7872. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والجو هيكون حر على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وهيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 23. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونبدأ أولى فقراتنا الخاصة بالأخبار اللي حصلت امبارح، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإضافة للمستشار عمر مروان وزير العدل، ووجه سيادته في الإسراع لبلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، أيضاً لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل في الشهر العقاري والوثائق اللي بتصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، وكمان التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري. كمان اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. تناول الاجتماع متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة. وقد عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي 1,429,000,000 جنيه. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده. وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.
وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه السيد الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصدها الشرعية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لعام 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية. كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة 6 أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة. كما عرض السيد وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية خاصة في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء، فضلاً عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع تشكى بمنطقة جنوب الوادي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ 227 مشروعاً بقيمة 100 مليار جنيه. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حصلت امبارح والأبرزها متابعة رئيس الوزراء لمشروع التوسعات لمشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ علشان الاستعداد لكوب 27، وكمان استعرض الدكتور مدبولي تقرير عن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، وأخبار تانية هنتابعها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي.
مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السياحيين لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية في مدينة شرم الشيخ، وده علشان الاستعداد لعقد الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اللي هتنعقد في شهر نوفمبر الجاي. كمان استعرض الدكتور مدبولي تقرير عن فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وأكد رئيس الوزراء أن الاختيار ده بيعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة وبذل كل المساعي اللي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر ما بين كل دول العالم. تابع أيضاً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في مجلس الوزراء خلال الربع الأول من 2022، وتمت الاستجابة خلال تلك الفترة ل 1447 حالة تم رصدها من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. شملت الاستجابات خلال الربع الأول من العام صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 403 عملية جراحية وإصدار 69 قرار بشأن إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. دلوقتي مشاهدينا جه معادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي من بينها انتهاء بناء 87 مدرسة، وده ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة أسيوط، بالإضافة لتصريح محافظ المنيا عن تمويل بيصل ل 4496 مشروع باستثمارات 27 مليون جنيه، وده لتوفير فرص عمل بالقرى. أخبار تانية من بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ كمان هنعرفها في التقرير التالي. شهدت المحافظات مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان أهمها تأكيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن هيئة الأبنية التعليمية بتقوم بتنفيذ 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة في قرى ومراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصل دراسي بتكلفة 430.2 مليون جنيه. في محافظة المنيا قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم تنفيذ 4496 مشروع باستثمارات 27 مليون جنيه، مؤكداً أهمية دور الدولة في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علشان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف. المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلق أولى الأمسيات الرمضانية تحت عنوان جلسات الدوار في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف، وتم إطلاقها ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وده استكمالاً لدعم الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية في شهر رمضان. وأشرفت مديرية التضامن الاجتماعي على عملية التوزيع في حضور مدير التضامن الاجتماعي بالمدينة. دشنت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية مبادرة رمضانك صحة لتقديم المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفع التأمين الصحي الشامل من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في الإسماعيلية. قرى محافظة كفر الشيخ شهدت حملات تحصين بين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 25940 طائر و6300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وكمان تطهير 11 سوق ومعاينة 12 مزرعة وسحب 166 عينة ما قبل البيع. وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع الأخبار اللي حصلت أو اللي هتحصل النهاردة، واللي أبرزها مركز جسور بالكنيسة الأسقفية هينظم دائرة طبول، وكمان انطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى 4 محافظات، وأحداث تانية مهمة هنتعرف عليها في التقرير التالي.
النهارده في مجموعه من الاحداث هتحصل على مدار اليوم. اولها هينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسه الاسقفيه نشاط موسيقي تحت عنوان دائره الطبول بالاشتراك مع المدرب جورج وهيب في كاتدرائيه القديسين الاسقفيه بالزمالك. هتنطلق كمان 4 قوافل دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ل4 محافظات في القاهرة وشمال سيناء وأسوان والبحيرة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. النهاردة كمان حيقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر اللي بيوافق يوم 7 رمضان من كل عام بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف. وهيقدم النهاردة برضو مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال أنشودة أنا ابن الأزهر الحاني للطالب مشرف فتحي البنا من داخل الجامع الأزهر، وده بمناسبة ذكرى تاريخ افتتاح الجامع الأزهر الموافق 7 من رمضان. لعشاق الكرة الأوروبية هيكونوا على ميعاد النهاردة مع المباراة الافتتاحية للجولة 29 من الدوري الألماني. فريق شتوتغارت هيواجه بروسيا دورتموند الساعة 8:30 بالليل. وفي الدوري الإنجليزي هيكون معادنا مع المباراة الافتتاحية للجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهيواجه فيها فريق نيوكاسل يونايتد ولفرهامبتون الساعة 9 بالليل. وفريق أشبيلية هيواجه غرناطة في افتتاحية الجولة 31 من عمر الدوري الأسباني الساعة 9 بالليل. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. يعني من لطف ربنا بينا في رمضان هو ان درجات الحراره بدات تنزل. لو نفتكر اول رمضان كنا بادئين ب 38 درجه مئويه، النهارده وصلنا ل 32 زي ما بشرتنا زميلتنا ليندا عبد اللطيف. عشان كده نروح لها مره ثانيه ونعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا ليندا. بالظبط يا احمد، النهارده وصلت ل 32 وكمان في الايام اللي جايه هتوصل في بعض الايام ل 27. يعني احنا عاوزين فتره رمضان نرجع لايام الشتاء تاني. نتمنى. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وكمان هيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، البلاد النهاردة بتشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على طقس اليوم. بالفعل احنا بدأنا من اليوم موجة الحر انكسرت وبدأت انخفاضات ملحوظة واضحة في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، يعني بحوالي 7 درجات على القاهرة الكبرى، ممكن توصل ل10 درجات على السواحل الشمالية للبلاد. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية. الأجواء خلال فترة النهار هتبقى أجواء حرة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية، هيبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، لكن درجات الحرارة انخفضت بحوالي 3 ل4 درجات على محافظات شمال الصعيد، ومتوقع إن شاء الله خلال الأيام القادمة مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة. يعني احنا بنتكلم في درجات حرارة خلال الأسبوع المقبل هنوصل ل 27 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، والأجواء هتبقى ربيعية معتدلة خلال فترة النهار. كمان انخفاضات درجات الحرارة دي هتكون خلال فترة الليل، يعني احنا متوقع تكون الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 وال 15 درجة مئوية خلال فترة الليل. الأجواء هترجع تاني أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، معتدلة الحرارة على المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترة الليل. بالإضافة كمان إن في نشاط للرياح
سرعات رياح هتكون ما بين 30 وال 40 كيلومتر في الساعه. معظم الكتل الهوائيه كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، هيعمل على مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره والاجواء الربيعيه. يمكن اليوم كمان في فرص ضعيفه جدا لسقوط الامطار الخفيفه على سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، لكن هي الفرصه ضعيفه لكن موجوده لسقوط امطار خفيفه. وزي ما بنقول متوقع ان شاء الله خلال الايام القادمه مزيد من الانخفاضات في درجات الحراره. يعني احنا غدا بنتكلم كمان ان درجات الحراره تنخفض بحوالي 4 درجات، وغدا متوقع العظمى تكون 28 درجه مئويه على القاهره الكبرى. طب يا دكتور، بعد ما نعدي الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده واللي بعده والمتبقي من شهر رمضان، هل هيكون في ارتفاعات ولا ايه متوسط درجات الحراره في الايام المتبقيه من رمضان؟ هو طبعا وارد جدا يحصل ارتفاعات في درجات الحراره، خاصه ان احنا في فصل الربيع معروف بالارتفاعات في درجات الحراره يعني خلال بعض الايام، لكن احنا معدلات درجات الحراره بتكون خلال شهر ابريل تحديدا بتكون ما بين ال 28 وال 30 درجه مئويه. يعني احنا خلال الايام القادمه دي المعدلات الطبيعيه بتاعه شهر ابريل، لكن وارد جدا يحصل ارتفاعات اعلى من المعدلات زي اللي شهدناها قبل كده. لكن على مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله لنهايه الاسبوع القادم الاجواء هتبقى ربيعيه جدا، درجات الحراره تروح ما بين ال 29 وال 27 درجه مئويه. يمكن كمان مع نص الاسبوع المناطق الجنوبيه تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. شكرا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 32 والصغرى بتسجل 15، الاسكندريه العظمى 24 والصغرى 16، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 15، سيوه العظمى 26 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 16، دمياط العظمى 23 والصغرى 16، الاسماعيليه العظمى 30 والصغرى 15، السويس العظمى 31 والصغرى بتسجل 15. هنروح للعريش العظمى فيها 36 والصغرى 17، طابة العظمى 36 والصغرى 17، سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 23، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 24، الغردقة العظمى 35 والصغرى 23، الفيوم العظمى 37 والصغرى 19، بني سويف العظمى 37 والصغرى 18، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 21. هنروح لأسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 19، سوهاج العظمى 39 والصغرى 22، قنا العظمى 42 والصغرى 24، الأقصر العظمى 43 والصغرى 25، أسوان كمان 43 والصغرى 24، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 21، شلاتين العظمى 35 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 33 والصغرى بتسجل 22. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ليندا. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات الستة لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها أكتر في التقرير اللي جاي. أحداث جديدة شهدتها الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان. نبدأ كالعادة بأحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث اللي جت تحت اسم حصار المحكمة الدستورية العليا. في مشهد من المشاهد داخل مكتب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اللي شايف إن اللي بيحصل في مسألة الدستور والمحكمة الدستورية العليا مهزلة وانتهاك في حق السلطة القضائية وانتهاك لاسم مصر وسمعتها، بيقول إنهم بيحاولوا يمرروا الدستور بأي طريقة، وبيأكد السيسي إن اللي بيحصل ده خطير، وبيبلغ اللواء محمود شاهين إنه يتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويبلغهم إن القوات المسلحة مش هتتخلى عن القضاء المصري. كل اللي حصل قبل كده فندم بيقول إنهم هيحاولوا يعملوا الدستور بأي طريقة، حتى لو اضطروا إنهم يفضلوا محاصرين كل الهيئات القضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية. اللي بيحصل ده خطير جدا. سيادة اللواء، من فضل حضرتك اتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا وبلغهم إن القوات المسلحة مش هتسيب القضاء المصري. ده واجبنا ودورنا إحنا وزارة الداخلية. وأنا هبلغ رئيس هيئة العمليات إنه يقوم بتأمين المنشآت القضائية. اللي بيحصل ده لازم يتوقف. الحصار ده لازم يتفض وفي أسرع وقت.
كمان رصدت الحلقة السادسة من أحداث المسلسل حوار الفريق عبد الفتاح السيسي والمعزول محمد مرسي في مقر الحرس الجمهوري، وده لما طلب منه المعزول فض المظاهرات اللي احتشدت ضده. كل اللي بيحصل ده تجاوز وتعدي على الرئاسة. أنا كلمت قائد الحرس الجمهوري، كلمت وزير الداخلية، الاثنين شايفين إنهم بأمنوا كل شيء وإن المظاهرات سلمية ومفيش داعي للتدخل بعنف خوفا من وقوع ضحايا بين المتظاهرين. طب ده كلام؟ ده كلام يا سيادة الفريق. أنا بطلب منك إن الجيش ينزل يتصرف في اللي حاصل ده. ولما الجيش ينزل يا فندم هيضرب في مين ويسيب مين؟ المعارضين ولا المؤيدين؟ يعني نسيب البلطجية يعملوا ما بدلهم في البلد؟ يا فندم بعد إذن حضرتك، الجيش وأنا منهم من 25 يناير وعلى مدى 18 شهر اتحملنا مسؤولية البلد دي، اتحملنا كل شيء، وده علشان مصلحة مصر وشعبها. اللي بيحصل في الشارع ده يا فندم له حل من الاتنين، يا حل سياسي يا حل أمني. ولو تقبل نصيحتي يا فندم، الحل الأمني مستبعد تماما، مفيش حل ممكن غير الحل السياسي. اتكلم مع الناس يا فندم، شوفهم عايزين ايه، وضح لهم الأمور وشريكهم في الحلول. صدقني هو ده المخرج الوحيد للوضع ده. يعني مفيش أمل إن الجيش ينزل. فخامة الرئيس، الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتبقى مشيت. وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 بتسريب جديد لخيرة الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، واللي قال خلال التسريب: لا حضرتك من الآخر كده، كل اللي اشتغل في نيابة الأمن الدولي وجزء كبير من النيابة العامة ده لازم يتفور كله، لأن ده جهاز اتربى على التبعية الكاملة للسلطة وعلى الفساد هو نفسه. كتير جدا منهم بياخدوا رشاوى بشكل كبير، يعني ما بيخلصوش حاجة كده لله ولا قانون ولا نظام ولا أي حاجة خالص. في الحلقة السادسة من مسلسل العائدون استعد الضابط عمر لملف التمويل بشكل جيد، ودرس ملف سارة اللي بتشتغل في صالة القمار، وسافر لأوروبا بهوية رجل أعمال معاه فلوس كتير وبيبدأ شغله على طول، وراح صالة القمار ولعب على الترابيزة اللي بتشتغل عليها سارة وقدر يلفت انتباهها وساب لها شيك هدية، فجريت وراه عشان تعرف سبب الشيك وأقنعها تخرج معاه علشان كان عاوز يحط برنامج على تليفونها، لكنها ما سابتهوش. من ناحية تانية قامت العناصر الأمنية التابعة للجهاز الأمني المصري بنشر ميكروفونات في شقتها علشان يسمعوا أحاديثها. Hey, you. What's this? إيه فلا أكلمك تاني؟ إيه ده؟ مش باين عليك عرب. بمناسبة إيه الهدية دي؟ بمناسبة إن أنت وشك كان حلو عليا النهاردة. يعني مديني الشيك ده كله ومش عايز حاجة؟ ده أكيد عايز طبعا. عايزك تعزمني على العشاء، ممكن؟ كمان شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم مفاجأة فاتن لما راحت تاخد بناتها من المدرسة واكتشفت إنهم مش موجودين، فراحت للمدرس سلامة اللي قال لها إن سيف جه ومعاه الشرطة وأخد البنتين وسحب الملف الخاص بيهم وقدم لهم في مدرسة حكومية. أنا بكلمك عشان كده، أستاذ سيف جه الصبح ومعه ظابط واتنين مخبرين وعمل اللي في دماغه برضه، أخد البنات وسحب ملفهم وقدم لهم في مدرسة حكومة. بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير قوي بتنكر الكبير أحمد مكي في ملابس بابا نويل ومشي مع فزاع في الشوارع بدون معرفة أهل المزاريطة إنه العمدة، وده علشان يعرف عمله إيه في مخالفات الشوارع. في مشهد تاني اتكلمت مربوحة مع العترة وجوني أولاد الكبير وبلغتهم إنها بتحبهم، لكن برضو ما سابوهاش في حالها ومسلمتش من شقوتهم وعملوا فيها مقالب ووقعوها من على السلم. وهنا راحت اشتكت مربوحة لجوني على اللي عملوه لحد ما جه الكبير وطلب منها الأكل، لكنها بلغته إنها معرفتش تحضر حاجة بسبب عمايل ولاده. تعملي الوكل يلا. ما هو بصراحة يعني ما فيش وكل. ايه؟ مفيش وكل كيف؟
ليه ما فيش وكل؟ وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا قاعد لي 4 ساعات منقوع في الميه عشان انضف. 4 ساعات منقوع ليه؟ بتعمي في مكابر. احداث مسلسل مكتوب عليا اتصاعدت من خلال الحلقه السادسه، واتفاجئ جلجل في بدايه الحلقه ان والده رمى الجورنال اللي موجود فيه عنوان بدوي في الزباله، وانفعل جدا من التصرف اللي عمله، لكن والدته بلغته انها ما رمتش الجورنال وادته له، وفي نفس الوقت جلجل لقى كتابه على ايده بتاكد له ان مستقبله هيكون مع بدوي. حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده؟ قولي بس في ايه؟ في زفت ورقه جورنال كنت حاططها تحت المخده، بترموها ليه؟ ايوه ما انا لقيتها كانت مرميه جنب السرير في الارض، بس يمكن يكون فيها حاجه مهمه شلتها لك معايا، امسك. كشفت الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوى عن تحسن العلاقة بين ولاء وابن عمها طارق بعد ما كان بينهم مشادات وخناقات في الحلقات اللي فاتت. ظهرت ولاء في عربية طارق وهم راجعين من بيت عمهم بليغ وبيتكلموا عن ذكريات طفولتهم، واعترف كل واحد فيهم بتغيير نظرته للتاني بشكل أفضل. بعد ما رجعوا لبيت العيلة دخلت ولاء في جدل مع أخوها عمر بعد ما شافها مع طارق، وأكد لها هو والدتها إنهم رافضين أي تقارب بينها وبينه بسبب الخلاف بين العيلتين. من ناحية تانية دخل طارق هو كمان في جدل مع والدته بسبب نفس الموضوع. بس دلوقتي لو ولاء دي بنت أنا معرفهاش ولا بنت عمي أصلا وماشية كده في الشارع هسيبها وامشي؟ لو واحدة غريبة تركبها معا، لكن البنت دي بالذات لا ما بحبهاش. هو بالعافية بذمتك هو ده منطق؟ ده منطق؟ منطق؟ ايه يا اخويا؟ هو انا بوريكم مدارس علشان تعملوهم عليا؟ بتسلففوا عليا ليه؟ شهدت احداث الحلقه السادسه من مسلسل المشوار زياده التوتر من ناحيه ماهر بسبب كم الفلوس والاثار اللي معاه، وهنا فتح الشنطه وادى لزوجته قطعه اثريه عباره عن عقد لملكه فرعونيه، واستقبلته الزوجه بسعاده لكن لسه حاسه بالخوف. هنا ابنهم قال ان الشنطه ممكن يشوفها الجميع، علشان كده ماهر قرر يخفيها. ودي رحيم، هو حد يعرف ان انت شفت الحاجات دي ولا تعرف عنها حاجه؟ ساعتها لا هيبقى في بيت ولا حمام سباحه ولا بابا وماما كمان. طب ما ممكن يشوفوا الحاجات في الشنطه عادي، يعني انا مالي؟ ما احنا عشان كده مكلفتينها يا فالح. انا بكره رحيم. في احداث الحلقه السادسه من مسلسل دايما عامر شهدت براءه مصطفى شعبان من تهمه حيازه المخدرات بعد ما اعترف الشاب اللي اتقبض عليه بانه ملوش علاقه بالموضوع، وفي مشهد تاني اتسرق موبايل ميرنا نور الدين خلال خروجها من المدرسه، لكن مصطفى شعبان قدر يلحق اللي سرقه ورجع لها الموبايل. هو ده؟ ايه ده انت جبته ازاي؟ متشكره قوي بجد، انا مش عارفه اقول لك ايه. لا والله مفيش اي حاجه، لا شكرا على واجب. في الحلقه 6 من مسلسل احلام سعيده بطوله الفنانه يسرى بنشوف كلام الدكتور مع ليلى او مي كساب بان فرصتها في الانجاب بدات تنقص بسبب ان سنها بيكبر، ونصحها انها تعجل بالانجاب قبل فوات الاوان، وبيحاول يحيى الصلح ما بين فريده واخوها صالح، لكنها رفضت وراحت للنيابه وبلغت عنه، ووضحت انه اتورط قبل كده في جريمه قتل لابن واحد من جيرانه في القريه. حضرتك عندك فكره ان صالح كان متهم في جريمه قتل عشان الارض؟ ده امتى الكلام ده؟ من 5 6 سنين. من 5 6 سنين؟ كان في واحد اسمه حسن دهشور ارضه جنب ارضنا اتقتل. ابن حسن دهشور اتهم صالح ان هو السبب في قتله عشان كان في نزاع على الارض قبل كده. كمان شهدت الحلقه السادسه من مسلسل جزيره غمام احداث مهمه، قام العمده رياض الخولي بالقبض على احمد امين وحبسه بعد ما اعترفت ميار الغيطي بان البنت اللي اتقتلت كانت بتحب عرفات. وطلب محمود البزاوي من مي عز الدين وطارق لطفي انهم يفتحوا المندل علشان يعرفوا مين اللي قتل البنت، وطلبوا منه يجيب طفل صغير، فنطق وقال عرفات غرقها وقتلها. ومن ملخص مسلسلات رمضان في حلقاته المختلفة تعالوا نشوف دلوقتي تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها في الشهر العظيم. هذا الشهر هو شهر رمضان، وهيكون معانا النهاردة فضيلة الصديق الحقيقي. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجمل وألطف أنواع الرزق رزق الأصحاب، إن ربنا يرزقك بصاحب يفهمك، يؤمن بيك، يحبك لشخصك لذاتك، ويحبك رغم عيوبك ويساعدك إنك تغيرها. سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الصاحب الحق والصاحب السند الحقيقي اللي واقف جنب صاحبه. لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وبدأ يقول لقريش كلام هم ما صدقوهوش، أنا رحت من مكة بيت المقدس فترة زمنية طويلة جدا بيقضوها في الرحلة دي، لأ وكمان طلع السماوات العلى ورجع وقعد في بلده في نفس الليلة، لو إن دي أحسن فرصة تخلي سيدنا أبو بكر يتخلى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حاجة جت في بالهم إنهم يروحوا لسيدنا أبو بكر يخلوه يشوف الكلام اللي صاحبه بيقوله. فعلا جريوا على سيدنا أبو بكر وخبطوا عليه وقالوا له يا أبو بكر أسمعت ماذا قال صاحبك؟ أنت شفت صاحبك قال إيه؟ قال لهم قال إيه؟ قالوا له ده بيقول إنه أسري به الليل لبيت المقدس ثم أصبح بين ظهراني مكة، يعني راح ورجع لفلسطين ورجع تاني في نفس الليلة. سمعت أنت لسه هتصدقه؟ شوفوا سيدنا أبو بكر بكل ثقة وبكل ثبات بيقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق. شفت الجمال؟ شفت إنه اللي مؤمن بحد من غير ما يفكر، مجرد إنه يقول إن صاحبي ده قال كده أنا صدقته. ليه؟ لأنه مؤمن به حقيقي، لأنه سند حقيقي. لذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر دخلوا الغار في رحلة الهجرة، اللي دخل الغار الأول هو سيدنا أبو بكر علشان يشوف ويستكشف لو في حاجة ممكن تأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بدأ يسد الشقوق بهدومه لدرجة إن في شق سيدنا أبو بكر وقف عليه بقدمه علشان هدومه كانت خلاص تقطعت كلها. إحنا كلنا محتاجين الصاحب ده، محتاجين اللي يؤمن بينا، محتاجين اللي يصدقنا، محتاجين اللي يسندنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول وجبت محبتي للمتحابين فيه. وخد بالك المحبة في غير ربنا ملهاش أي لازمة، كلها زيف يا صديقي، كلها محبة منتهية ومؤقتة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الأخلاء يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا الناس اللي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. لكن الناس اللي على طريق ربنا فين يا رب؟ في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لازم كلنا ناخد بإيد بعض علشان نبقى صح الحق والصديق السند والرفيق الذي يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف من أجل صون ممتلكات الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والعدل. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره وسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده. كما وجه الرئيس السيسي بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على المستوى الجمهورية، كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة. كما وجه الرئيس السيسي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. أمر النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك. وذكرت النيابة العامة في بيان أنها كانت قد تلقت إخطارا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء أثناء سيره بطريق الكورنيش، مضيفة أن المجني عليه توفي بالمستشفى متأثرا بإصابته. وأشارت النيابة إلى أنها انتقلت لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانا للإصابات وسبب الوفاة، كما عينت مسرح الواقعة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة. هذا وتقوم النيابة باستجواب المتهم وسؤال شهود الواقعة واستكمال التحقيقات. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية غمص البلد غرب التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمام وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى الأمسيات الرمضانية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي بيبا وناصر بمحافظة بني سويف. شملت الأمسية التي تقام تحت عنوان جلسات الدوار تقديم عروض وأنشطة مختلفة، كما شملت الأمسية تقديم رسائل توعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى بعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الفحم الروسي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو على إثر العملية العسكرية في أوكرانيا. كما تنص حزمة العقوبات على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل البضائع التكنولوجية المتطورة وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية. وتعد هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الذي تعتمد عليه بعض دول التكتل بشدة. هذا ويستورد الاتحاد الأوروبي 45% من فحمه من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنوية.
نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نكمل فقراتنا خلونا نروح لسؤالنا اللي سألناه لحضراتكم على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بينا، ايه المسلسلات اللي بتتابعها واحداثها مأثرة فيك في رمضان؟ لكن قبل ما نقرأ تعليقات حضراتكم، لان انا اتكلمت وسردت واتكلمت على اللي انا بتابعه، لكن نسيت اسأل بسنت ايه اللي بتتابعه؟ بس انا الاختيار العيلة كلها بتتابعه، يعني بنبقى قاعدين حوالينا التلفزيون بلاقي اهلي فاتحين اوريدي الاختيار فبتفرج عليه. الكبير قوي بشوف على السوشيال ميديا كده حاجات ساعات، او الحلقه بتاعت رحمه اللي الناس كلها اتكلمت عليها دي، دي اللي انا تحمست ادخل اتفرج عليها. لكن غير كده بصراحة أنا من الناس اللي بسيب وقت شوية للناس تقول الفيدباك بتاعها إيه، واجي أبقى أدخل على الحلقة العشرة مثلاً جاهزة أشوف بقى اللي فات كله مرة واحدة وأتابع من أول كده. يعني بشوف تتعبدي فترة غير كده أنا بصراحة بحاول أقلل شوية عدد المسلسلات اللي بتفرج عليها في رمضان. طيب تعالي نشوف تعليقات بقى السادة المشاهدين كانت بتقول إيه. في محمد علاء بيقول في بيتنا ريبوت جميل جدا، هو فعلا يعني من المسلسلات الحلوه جدا. مروه حسن الحربي بتقول الاختيار 3. طيب في علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، اجمل مسلسل في رمضان هو الاختيار، لانه قصه حقيقيه فعلا وعشنا معاها وشفنا كل حاجه في البلد، علشان كده هو افضل المسلسلات في رمضان. صباح الخير عليكم مرة تانية. صباح الخير عليك. فاطمة الزهراء بتقول بيت الشدة جميل جدا جدا. طيب في هاني شرف بيقول الاختيار 3، لأنه بجد مر على مصر من 2011 إلى أن تولى الزعيم عبد الفتاح السيسي أمور البلاد في حالة من الخراب مرت على مصر، وحالة من الضياع اللي كانت هتمر على مصر، لكن الله عز وجل جعل القوات المسلحة ورجال الظل والرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذوا مصر من هذا الابتلاء. إلى يعني خلاص يعني تفاصيل كتير قوي بيسرد في شرح المسلسل، لكن يعني في اجماع وفي شايفين قاسم مشترك هو فكره ان الاختيار هو من المسلسلات اللي كل انا تقريبا في كل الكومنتس تقريبا كتب الاختيار. الاختيار والكبير ده حقيقي. خلونا نصبح بقى مره ثانيه على ليندا ونعرف منها اخبار الرياضه. يا ليندا. شكرا تسنت. نصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتش وورا هنبتدي أخبارنا الرياضية من النادي الأهلي. وبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بيدرس أنه يرجع محمد عبد المنعم لدفاع الفريق في مباراة المصري في الدوري بعد ما تعافى بشكل نهائي من الإصابة اللي تعرض لها في الفترة اللي فاتت، وبسببها أجرى جراحة في الأنف نتيجة تعرضه للكسر فيها خلال مباراة مصر والسنغال في تصفيات مونديال 2022، وغاب بسببها عن مباراة السنغال الثانية وعن مباريات الأهلي قدام الهلال السوداني والاتحاد السكندري في بطولة إفريقيا والدوري. إدارة الزمالك بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين في النادي بدأت تختار أبرز العناصر من فرق 2003 و2005 تمهيداً لتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة اللي جاية، وده في ظل سياسة إدارة الكرة في الاعتماد على الناشئين وأبناء النادي. وبيجهز المسؤولين في قطاع الناشئين تقرير كامل عن فرق 2003 و2005 لعرضه على إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا عشان يختار منهم أفضل العناصر.
نادي بيراميدز جاله اخطار رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بخصوص موعد مباراه الفريق قدام مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور الربع النهائي من بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، وهتتلعب المباراه يوم 17 ابريل الساعه 10 بالليل على استاد الدفاع الجوي، ولقاء العوده هيكون يوم 24 من نفس الشهر في الكونغو. لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بادارة مباراة الذهاب دور الثمانية من النسخة التسعتاشر من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، واللي هتجمع بين المصري وفريق نهضة بركان المغربي، وهيكون الحكم المكلف بادارة المباراة المالي بوبو تراوري. هيخوض منتخب مصر الوطني للتنس للسيدات مهمة صعبة في منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي جين كينج، وهتواجه سيدات مصر كل من اليونان والنرويج خلال الفترة من 12 لحد 15 إبريل في فنلندا، واللي بتستضيف منافسات المجموعة كلها. أما عن نتائج مباريات الدوري الأوروبي فهنبدأها بتعادل لايبزيك الألماني مع فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب ريد بول أرينا في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي، وهتتلعب مباراة العودة بين الفرقتين يوم الخميس الجاي على ملعب فريق أتلانتا. سقط نادي روما الإيطالي أمام فريق بودو جليمت النرويجي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022. وتعادل فريق أينتراخت ضد برشلونة بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب دويتش بانك بارك ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري. اتعادل ويست هام يونايتد الإنجليزي مع ليون الفرنسي بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمعهم على الملعب الأولمبي في لندن في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم الحالي 2021-2022. والنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 بعد تألقه الكبير خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي وتسجيله 3 أهداف هاتريك. وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على موقع تويتر عن فوز بنزيما مهاجم الريال بالجائزة كأفضل لاعب في مباريات الذهاب. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. شكرا لك يا ليندا. يعني في الحقيقة خلصت أخبار ليندا الرياضية، لكن لسه أخبار الرياضة مستمرة معنا، لأن الأسبوع ده كان أسبوع كروي، كان فيه منافسات كتيرة جدا ومنافسات كبيرة. الأهلي قدر اللي هو يحافظ على الصدارة، وده بفوزه على الاتحاد السكندري، والزمالك كمان فاز على بيراميدز وأصبح في المركز الثاني، ده بالإضافة لقرعة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي عنده مواجهة، المواجهة دي هتكون صعبة جدا مع الرجاء، وبيراميدز كمان عنده مواجهة مع مازيمبي، ونهضة بركان هيقابل المصري. خلونا نحلل الأحداث الرياضية اللي موجودة من خلال الناقد الرياضي الأستاذ سعيد علي اللي بينضم لنا على الهاتف. صباح الخير يا أستاذ سعيد. صباح الخير عليك يا أستاذ أحمد. صباح الخير عليك يا أستاذ أسامة. صباح الخير عليك أستاذ سعيد. في البداية عاوزين نعرف منك، بتشوف إزاي المنافسات اللي موجودة في الدوري، وإيه سبب تراجع مستوى الأهلي في الدوري؟ يمكن النادي الأهلي الحقيقة بيحقق الهدف الماركو منه خلال الفترة الأخيرة بأنه بيتصدر وبفارق مريح جدا، يمكن 6 نقاط ومباراة مؤجلة عن الزمالك الوصيف، يعني 9 نقاط في ظل الوضعية اللي تعرض لها النادي الأهلي بداية هذا الموسم من مباريات مضغوطة ومشاركة في كأس العالم للأندية وغياب لاعبي المشاركين مع المنتخب وحالة الإجهاد اللي تعرضوا ليها. في النهاية المحصلة النهائية النادي الأهلي يسير بشكل جيد جدا. تراجع الأداء هو منطقي ومبرر وواضح جدا أسبابه، طبعا بلا شك حالة الاجهاد الكبيرة اللي بيعيشها وبيمر بيها أهم الأعمدة الرئيسية في الفريق، والإصابات الكتير اللي بيعانيها في غياب محمد عبد المنعم وجهاد سولية وحمد فتحي وعلي معلول. كل الأمور دي دفعت مستر بيتسو موسيماني في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد إنه يبدأ
فعليا مخططه لاداره المرحله المقبله. هيكون في روتيشن كتير، هيكون في تدوير كتير، هيكون في استخدام لعدد كبير من اللاعبين البدلاء زي ما شفنا لويس ميكيسوني، هنشوف الفتره المقبله صلاح محسن بياخد وقت اكتر، شفنا محمود وحيد خاتم هياخد اكتر، شفنا كريم فؤاد. كل العناصر دي هتاخد الفتره الجايه لان فعلا مستر بيسو موسيماني قرر راحت عدد كبير من النجوم لانه مقبل على تحديات صعبه جدا ومراحل الحسم في دوري ابطال افريقيا بالتحديد هتسمعوا للامر ده. طيب الاهلي عنده بكره مواجهه مع المصري، هل في وجهه نظرك موسيماني هيواصل تدوير اللاعبين في المواجهه او قبل المواجهه الافريقيه؟ بالفعل مستر بيتس موسيماني كان عنده اجتماع مع مساعديه قبل مباراه الاتحاد بايام او ساعات قليله واتفقوا فيها على اتباع سياسه التدوير هتستمر في بطوله الدوري العام وهيساعده في ده بشكل كبير امتلاكه عدد كبير من اللاعبين المتقاربين في المستوى. يعني النهارده لما نشوف حسين الشحات بيبدا في التشكيله الاساسيه فانت قدام لاعب اساسي طوال السنوات الاخيره، لاعب مؤثر جدا، لاعب فعال، فبالتالي مش هتشعر كتير بغيابات، مش هتشعر كتير بتغير الشكل. يمكن هو بيسعى لتجهيز ايضا بعض العناصر اللي هيفضل يستمر بيدافع بيها زي بيرسكاو اللاعب اللي عليه علامات استفهام في الاونه الاخيره وانه مستواه متذبذب مش ثابت على حال، لكن في النهايه النادي الاهلي وهو بيستخدم تدوير قلما شعر بان في تغيير كبير او شعرت بان في فجوه ما بين اللي بيشارك واللي ما بيشاركش، فبالتالي مستمر امام المصري في عمليه التدوير الى ان يعود للتشكيل الاساسيه في دوري ابطال افريقيا بشكل كامل. نعم. طيب خلينا برضو نتكلم على الزمالك لانه عمل ماتش كويس قدام بيراميدز ده كمان بالرغم من النقص العددي، هل بصمه المدير الاجنبي ظهرت ولا لسه يعني هنشوف المزيد من التفاصيل والاداء خلال الفتره اللي جايه للزمالك؟ في الحقيقه مستر فريرا من المدربين اللي انت تستطيع بشكل عاجل وشكل واجب جدا تلمس حجم التغيير في اداء ربما ليس افضل حال، لكن في النهايه الشخصية البرتغالية وكذلك مدرب بخبرات كبيرة يستطيع بشكل سريع انه ينقل خبراته وينقل شخصيته، ده طبعا انعكس على الفريق في بطولة الدوري، شفنا ازاي بيعود امام بيراميدز وازاي بيحرم بيراميدز من مواصلته لمطاردة الاهلي ويحرمه من مركزه في وصافة الدوري. طبعا خصم صعب جدا بيراميدز هذا الموسم بيقدم موسم استثنائي، فريق متكامل عنده عناصر اقوى سواء داخل الملعب او حتى على دكه البدلاء، فبالتالي كانت مفاجاه للزمالك يرجع مره واثنين في المباراه وانه يقدر يحقق ده رغم الظروف الصعبه اللي بيعيشها ورغم غياب اهم لاعبيه احمد سيد زيزو الورقه الاهم في الزمالك في الفترات الاخيره كان غايب عن المباراه، وبالتالي نقدر نقول ان الزمالك يعني بيتحسن تدريجيا. ما يحتاجه نادي الزمالك فعليا انه يعيش او ينعم بحاله استقرار خارج الخطوط زي ما ذكرت لحضرتك احمد سيد زيزو يمكن ربما غايب لخلاف يعني عوده المصابين يعني وعوده المصابين، وطبعا زي ما قلت حضرتك ينعم بحاله الاستقرار في وجود في عوده عنصر زي احمد سيد زيزو اللي مهم جدا جدا واثره كبير في المجموعه، فبالتالي انا متوقع ان الزمالك الفتره المقبله كمان بيلعب بلا ضغوط لانه ربما مع ابتعاد الاهلي بصداره الدوري ده بيخفف كتير من ضغوط المنافسه ويخليك تلعب باريحيه وبيخليك بتجرب طرق اللعب وتجرب عناصر، فبالتالي بشوف الزمالك حتى خروجه من دوري ابطال افريقيا سيكون مفيد ليه انه بيحضر فرقه اقوى، انه بيجهز فريق اقوى، وربما مع الوقت يجد نفسه فريق جدا من المنافسه على بطوله الدوري مش مستبعد ابدا. طب كابتن سعيد خلينا اتكلم معاك عن دوري ابطال افريقيا وهنرجع الكلام عن الاهلي مره تانية، عنده مواجهه مهمه قوي مع الرجاء، شايف ان عوده الفار حاجه مهمه في الدور الثمانيه؟ بالتاكيد التحكيم في افريقيا يعني واحد من المحددات الصعبه جدا او المحددات اللي بتاثر بشكل كبير على النتائج وحتى في وجود الفار في المسابقات الافريقيه الجميع يعاني، الجميع يشكو دائما، حتى شفت حتى اللحظات الاخيره علي الشتيه المدير الفني للمنتخب السنغالي بيصعد كاس العالم ويشكو بشكل متطرف من التحكيم رغم ان احنا كنا كمنتخب مصر الطرف الاكثر تضررا ذهابا وايابا، ومع ذلك لا احد داخل افريقيا يرضى على التحكيم ابدا لان فعليا اذا احسننا الظن بالحكام وقلنا ان الرشاوه غير موجوده فبالتالي حتى جوده الاداء وكفاءه الحكام ضعيفه جدا ومحدوده جدا، فبالتالي الفار مهم
ويعني عامل امان الى حد ما بيساعد بشكل كبير، خاصه زي ما حضرتك ذكرتي ان احنا مقبلين على مواجهه شمال افريقيا، ودائما ما كانت مواجهات شمال افريقيا يشوبها الكثير من الاحاديث وما يحدث في الغرف المغلقه وما يحدث في الكاف، فبالتالي صحيح. مهم جدا جدا ان يكون موجود البار في مباراه زي مباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله. طيب استاذ سعيد، خلينا برضو نتكلم على الاهلي بتفاصيل اكتر، لانه حدد ميعاد لقائه هنا هيكون يوم 15 والعوده هيكون يوم 22. ازاي الاهلي هيقدر ان هو يعني يستعد وهو عنده مباريتين في الدوري، يعني ده قبل المواجهه اللي حدد فيها اللقاء؟ يعني في تقدير النادي الاهلي خلال الايام المقبله او الفتره المقبله سيطلب تأجيل المباراة السابقة للمباراة الذهاب هنا 16 ابريل. يمكن النادي الاهلي لما تبص لجدوله بداية من ابريل وحتى وصولا الى يوم 22 ابريل هتلاقي النادي الاهلي 9 مباريات في 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 عدد ايام قليل جدا جدا، او 6 مباريات في 13 يوم بالتحديد، فهو رقم كبير وصعب على اي نادي. اعتقد صحيح ان ده دفع موسيماني زي ما قلنا في البداية لسياسة التزويد، لكنه لن يكون كافي قبل مباراة مهمة زي الرجاء هتلعب 16 و22. شفنا النادي الاهلي بيتاهب بشكل قوي لهذه المباراه، اصدر بيان رسمي امس بيطالب فيه بالحضور الساعه الكامله لجمهوره، فبالتالي هو يشعر بصعوبه الامر، يشعر بصعوبه الموقف، خاصه انك زي ما ذكرت في البدايه يا استاذ احمد النادي الاهلي فعليا بيمر بمنحنى تراجع، بيمر بمنحنى تراجع في مرحله صعبه، فبالتالي هو محتاج انه يدخل هذه المباراه بكل ادواته. يعني في مرحله هو عاوز على الاقل مش فكره تراجع، عاوز فيها يعني الثبات عند هذا المستوى على الاقل، ان لم يكن تقديم الافضل وافضل ما لديه. صحيح. الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه اللي عندها لقاءات مهمه. يعني ده اكيد. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. بنرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ودلوقتي جه معادنا بقى فقرتنا اللي بتقدم فيها الجانب من الأناشيد والابتهالات الدينية. طبعا بيسعدنا يكون معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر المنشد الديني الكبير عبد الرحمن بلالة، هيقدم لنا جانب من الأناشيد والابتهالات الدينية احتفاء واحتفالا بأيام رمضان المباركة. أهلا بكم، نورنا في صباح الخير. أهلا بك، صباح الخير. يعني في الأول حابة أسألك، إيه أقرب وأحب الأناشيد الدينية لقلبك؟ كل الحاجات القديمه لكل المشايخ، لان كلها علامات مميزه. لما تيجي لو قلت مثلا المرحوم الكحلاوي هتلاقي لاجل النبي حب الرسول يا مدى حب الرسول يابا مدد حسين، كل الاغاني عموما لي او لاي حد، لكل الحاجات دي علامات يعني اتربينا عليها وتعلمنا منها. يعني حضرتك قلت لاجل النبي، عاوز اسمعها. يعني أنا دخلت في الموضوع على طول كده، بس يعني أنا دي من الحاجات المقربة لقلبي يعني. يا ربي لأجل الحبيب النبي تستر دنيا ودين، سيئة عليك النبي وسيدي علي زين العابدين، رفعت إيدي للرجا وإنت يا ربي معين، ما ترد جاش خائبة يا أحكم الحاكمين، تاخد بإيدنا وتنصرنا على الظالمين، يا مدعي الكبر جوه الكبر علمين، الكبر يا ما خفض ناس كانوا معلماء وعلمين، وحق سور التبارك والأنبياء وقد سمع وياسين، اللي معاه ربنا قولي خاف من مين، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي، يا إله الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي، انت عالم بيا كلي
كل لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني برضه عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا في جاه النبي تنصر بلدنا والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي دي القعدة حلوة والنبي عند النبي. الله عليك كده فعلا عليه الصلاة والسلام. ايه طقوسك بقى اللي انت بتحافظ عليها في الاناشيد والابتهالات خلال الشهر الكريم؟ يعني ببتدي يعني او استرجع طبعا حاجات اللي هي الخاصه بالشهر الفضيل. بالنسبه للاشعار العربيه اللغه وبالنسبه للحاجات العاميه يعني, لان طبعا رمضان بيبقى في اوله في العشر التابعين ده بيبقى ليه اغاني معينه بتتقال, النص ليه اغاني بتتقال, في ليله القدر ليها اغاني بتتقال, وبعد كده وضع رمضان في الاخر بقى بحاجات بتتقال. هم بلغنا ليله القدر يعني, طبعا نحب حضرتك تكون معانا ان شاء الله. بس طب في ايه في اول رمضان مثلا من الابتهالات؟ هو طبعا كان الاحتفالات زمان اما بيهل الهلال رمضان كان بيخرج الموكب بقى اللي هو الناس بيقولوا الزفه يعني بترقص فيها وكده بتاع بيحتفلوا بقى يعني شهر رمضان استناه من السنه للسنه يعني, عارف حتى في دعاء اللهم بلغنا رمضان يعني. خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان, خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان, الراء رحمه لكل الناس المولى يرحمها, الميم مغفرة لكل الذنوب هو اللي يغفرها, والضاد ضمان لكل مؤمن من الجنة يدخلها, والألف أمان, الألف أمان لكل عابد من نار وعذابها, والنور نور لقلوب المسلمين, وبشرى من الرحمن للي يصوم ويصلي ويزكي في شهر الكرم رمضان. هلل الهلال وبان, هلل الهلال رمضان, يا رب تعيد علينا وعلى المسلمين بأمان. اهلا بليالي رمضان في اوله رحمه يرحم بها الرحمن, وفي اوسطه مغفره لذنوب بني الانسان, واخره جنه وعتق من نيران, وبشرى للصائم وبشرى للصائم اللي يصوم رمضان. يا رب تعيد علينا وعلى المسلمين بأمان. أهلا أهلا رمضان, الشهر فيك ليلة أجمل من ألف شهر, أنوارها حلوة جميلة محلاها ليلة القدر, يا شهر فيك ليلة أجمل من ألف شهر, أنوارها حلوة جميلة محلاها ليلة القدر, في جانز القرآن على النبي العدنان يهدي بني الإنسان. يا رب تعيد علينا وعلى المسلمين بأمان, مرحب بليالي رمضان. الله الله, يعني مرحب بليالي رمضان ومرحب بحضرتك معنا في الاستوديو كمان. طيب احنا بنتكلم على مصريين مرتبطين دايما بالانشاد الديني, بنتكلم على النقشبندي, بنتكلم على نصر الدين توبار. شايف ازاي ارتباط المصريين يعني هذه المشايخ الاجلاء ايضا, وازاي قدروا اللي هم ياثروا في وعي وثقافة المصريين؟
رحمة الله عليهم دول كانوا صادقين جدا. لذلك يعني حتى القراء، احنا تعتبر مصر دي الدولة اللي صدرت الانشاد الديني للعالم كله. صحيح. يعني تلاقي مثلا جنوب شرق اسيا كل مثلا اندونيسيا كل البلاد دي كلهم يقلدوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى اسماعيل. حتى في التوشيح بتاعتنا مثلا، حتى في الوطن العربي عموما كلهم، كل اللي هم بيقولوه ده ما فيش جديد خالص، هم بيقولوا الشغل بتاع الشيخ طه الفاشني، الشيخ النقشبندي، الشيخ ناصر الدين طبار. يعني حتى الالحان اللي اتعملت دي هم بيقولوها، ممكن يكونوا يعني بيرددوها، لكن هي مصر اللي صدرت ده الانشاد ده للعالم كله. انا بالنسبه لي طبعا دي كانت دي المدارس اللي احنا اتعلمنا منها بكافه انواعها بقى، يعني من اول الابتهال اللي بقى في المسجد، انت عارف في الاول الابتهال من غير موسيقى في المسجد. صحيح. او في بقى الذكر السلطاني، ذكر برضو انشاد ومدح الرسول في المسجد برضو من غير آلة موسيقيه. في بقى اللي هو مثلا ايه الشيخ فلان مثلا وبطانته، الشيخ علي محمود وبطانته، البطانه اللي هي اللي يعتبر ايه بلغه العبد العصر الكورال، الكورال او الكورس يعني كده. في بقى الاغاني الدينيه بقى مين في دول قريب لقلبك؟ يعني الفاشني ولا النقشبندي ولا ناصر الدين طبعا؟ لا انا حبيت كل دول، بس انا كنت قريب قوي من 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 امير المبتهلين، يعني ده من نعم ربنا علينا. كنت يعني كنت في صداقه عمر مع الشيخ محمد عمران. الشيخ محمد عمران ده بيعتبر يعني حاجه كده ملوش وصف. طب الـ بس عايز اسالك سؤال، الجيل الجديد مين في وجهه نظرك النهارده ينفع يبقى مدرسه كبيره، او شايفه في المستقبل يبقى اسم كبير زي الاسامي دي؟ مفيش. يعني حتى المدرسه مفيش في مصر ولا يعني مفيش؟ حتى مدرسه الانشاد الديني نفسها اللي حاليا في مدرسه الانشاد الديني بتاع الشيخ محمود ابن عم الشيخ حسين التهامي، كل اللي بيتقال يعني كل الالحان اللي بتقال بالنسبه للي بيتعلموا مثلا جل من انشاك ميلاد طه ايها المختار، يعني الحاجات الموجوده دي اللي معلمه قوي. امور كتير كتير قوي اتغيرت في مصر. مش في الانشاد كمان، حتى في اللغه. حضرتك هنا اتكلمت على حاجه في غايه الخطوره، لما احنا اللي كنا مصدرين للانشاد الديني النهارده ما عندناش شباب. لا ما عندناش شباب كمان، يعني في شباب بتظهر زي ما بسنت قالت. لا انا الحمد لله رب العالمين، يعني انا حاجة شايف اللي عندنا اصوات قادره اللي هي الجيل الموجود دلوقتي في اصوات بسم الله ما شاء الله، شباب وبنات، في منشدات، حاجه جميله قوي برضو متخرجين من الانشاد الديني، حاجه مبشره. بس فين المجال؟ كان اصل حفلات اضواء المدينه زمان دي، او ليالي التلفزيون مثلا، حاجات ضعف عند هنا. ازاي ليالي التلفزيون خدم حضرتك واثر فيك؟ يعني احنا لحد دلوقتي الحفلات اللي بنعملها في الاوبرا، يعني الحفلات بتاعتي الانشاد الديني حتى بالنسبه لرمضان تبع وزاره الثقافه بنعملها في الاوبرا. حتى ساعات بيبقى في، كان عندي قريب حفله في معهد الموسيقى العربيه اللي في رمسيس. فدي حاجه مهمه جدا. النهارده مش الشباب اللي طالع كلها اللي موجوده بتغني كويس كل حاجه، بس فين المجال؟ يعني زمان كان اي في حفله لازم تلاقي فيها مطرب شعبي، بالمجال المساحه، لازم تلاقي شفيق جلال، المساحه اللي موجوده اللي تظهره، ده شيء اساسي. احنا يعني احنا عرفنا منين الرئيس محمد طه؟ ما ده علامه من علامات مصر. حفلات التلفزيون كانت موجوده، وكانت حاجات الجميله بتاعت وبعدين النهارده في حاجه كمان اختفت خالص دلوقتي، الارتجال، يعني اي فنان شعبي، يعني ان هم يبتكروا مثلا انشوده او حاجه. الانشاد الديني عموما او علم النغم اساسا في القران، اساس علم النغم. انما اي حد من الائمه اللي رحلوا اللي هم الاسامي الكبيره لازم تكون المدرسه بتاعته مشايخ. السيده ام كلثوم على ايدين المشايخ، الدكتور محمد ابواب على ايدين المشايخ. صح. لا بتكلم على الارتجال بقى، الفنان الشعبي، يعني انا مطرب شعبي بعيد عن يعني جو الانشاد حاجه والفن الشعبي حاجه. الفن الشعبي اللي احنا بنقوله فن شعبي، انا بقول موال مثلا، بحسس الناس على الجيره، على صله الرحم، في رساله على الام، اكل او حاجات اجتماعيه كلها. بمناسبه اللي احنا موجودين في شهر كريم في عديد من صفات الرحمه والتسامح، ايه من المواويل الخاصه يعني بحضرتك اللي نسمعها وفيها رساله؟ أن آخر كان حاجة اللي هي بالنسبة كانت مصنفات، كان اسمها سوق البشر. سوق البشر. فكان في قبلين من ضمن القبلات. ده دي غير سوق الحلاوة جبر ولا؟ لا دي اللي غنيتها في برنامج كان في في لبنان كده، كنت بس المصري في سوق الحلاوة جبر، دي حاجة بتاعت فايد محمد فايد. لا ده سوق البشر، دي بنتكلم عن الوضع الحالي. ففي قبلين بيتكلم عن الجيرة هقوله لك، بس أقول لك الأولاني اللي قبل منه بقى اللي هو المفروض إحنا بنقول للناس إيه.
يا ليش الراجل الحر، الراجل الحر تتمنى تكون له جار يحميك من الشر لهضله كما الأشجار، ويحط إيده في إيدك عالزمان لو جار. العشرة هي كده والجيرة ليها أصول، العشرة هي كده والجيرة ليها أصول، الود بين الجيران لازم يكون موصول. كلام قالوا لنا عليه، كلام قالوا لنا عليه عن دين وأهل أصول، سمعنا إن الرسول وصى لسابع جار. الله، ده فعلا يعني احنا النهارده بنفتقد القيمه دي، لانه دلوقتي كل واحد في حاله. بص بقى في حاله بقى، دي بقول في فصول بشر امام ضمن القبلات. دخلت ببيت مليان سكان عايشين اغراب والاسم جيران، دخلت ببيت مليان سكان عايشين اغراب والاسم جيران، الناس من بعض بيداروا، الناس من بعض بيداروا، والجار بقى خايف من جار، وما بقاش في حب ولا مودة، كان عصري جميل ولا وعدة، الكل بيجري ورا المادة، غيبوبة ومنها ازاي حنفوق، ومشيت في السوق. رسالة، كل بيجري ورا المادة، في رسالة بتتقال. أنا حضرت في سنة من السنين في رمضان، هو رمضان عموماً في العالم العربي، مش في العالم، اعتقد ممكن في الكره الارضيه في مصر مختلف طبعا. هو في مصر انا في سنه من السنين جاء عليا رمضان، كنت في الاقصر. هو ينفع استاذ احمد عبد الصمد يعدي من بيته وفرشين الاكل بره قدام البيت؟ ما ينفعش. صح، مصيبه، مش موضوع، ما ينفعش تعدي، لازم تقعد تفطر مع الناس. كل البيوت بتبقى عامله كده. الله، لكن انا عشت ده في الخليج، عشت في رمضان الخليج، عشت التفاصيل اللي موجوده في مصر، اعتقد هو ده سر رمضان في مصر. التفاصيل اللي موجوده ما بين الاهل، المحبه اللي موجوده، حتى الاحتفالات كانت بالنسبه لنا. حضرت حديقه الخالدين دي كانت حاجه زمان بتعمل في اللي هي في الحسين دي. السرادقات بقى جميع فنانين مصر، جميع الفنانين. هل حضرتك شايف ان الانشاد والابتهال الديني محتاج موهبه وبس؟ يعني ينفع يبقى انت موهوب مثلا وتبقى منشد، ولا لازم يبقى في تدريب على المقامات؟ لا، لازم اولا الموهبه دي حاجه اساسيه، ده شيء اساسي ان هو يبقى موهوب، وربنا يعني ايه مديله نفحه الصوت الكويس، لان المنشد ده لازم يكون صوته قوي، صوت رقيق، يعني القرارات تبقى عنده قرارات وجوابات جوابات. يعني مش مجرد انها يعني لا صوت فقط، ولا اجاده لغه عربيه كمان؟ واللغه طبعا. ما انا بقول لك، بقول بكمل لك بقى اهو، ده موهبه موجوده بقى، الدراسه بقى. يعني انا فاكر مره كان في الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه، مش قادر انسى الموضوع ده. كنا في امسيه دينيه، فانا بقول حاجه، بقول وكان ارحم من ام على ولد، وكان ارأف يفوت، وكان ارأف او قلت وكان ارأف حال بالمساكين. سابني لما نزلت تحت وعمل قدام الناس انه عايز يقول لي حاجه في وداني، ومسك دي كانت هتطلع في ايده. قال لي احنا ماشيين على بحر، وكان ارحم من ام، وكان ارحم ارأف اكرم اعظم، تمشي كده، انت جبت ارأف دي منين؟ فحته ان انت تبقى اللغه نفسها، انت عارف الاذاعه او المطرب او الخطيب، الوزن والمقامات، لا ده في كمان في حروف صعبه، السجع اللي موجود، في حروف صعب جدا ورا بعضيها في الغنى، حرف الزين ده مؤلم. فكنا نقول ايه اصعب حاجه غنيتها؟ اصعب حاجه انشدتها؟ شوف الحرف ده عامل ازاي؟ زن من وزنك بما اتزنك وموازنك به فزن. زن من وزنك بما اتزنك وموازنك به فزن، وزن من وزنك، في حاجات تيجي ورا بعضيها كتير قوي 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 قوي، بتعدي على اي حد قدام المايك. يعني قد طبيعي كلمه قد الاولانيه تبقى قاف دال، الثانيه تقلب كاف دال. يعني يقول ايه؟ بس احنا عاوزين حاجه صغيره قوي علشان وقتنا للاسف، فنسمع حاجة أخيرة من حضرتك. لي في نوالك يا مولاي أمال، من حيث لا ينفع الأجلون والمال،
وليس لي ولمثلي غير جودك يا من لا تدنيه أشباه وأمثال. فجد علي ولاطفني بعفوك عن ذنبي، فشأنك إنعام وإفضال. إني قد قدمت معذرتي يا صاحب اللطف، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني من اجمل الحاجات اللي حصلت ان احنا بدانا بحضرتك يومنا، واكيد المشاهدين طبعا مبسوطين انه الصوت الجميل ده سمعناه على الصبح. كل الشكر ليك المنشد الديني عبد الرحمن بلاله، نورتنا وشرفتنا وصباح الخير يا مصر. اشكرك، كل سنه طيبين وحضرتك طيب. طيب مشاهدينا، للاسف خلصت حلقتنا سريعا. كنا معاكم على مدار ساعتين من الساعه 8 وحتى الساعه 10 صباحا، انا وبسنت وليندا عبد اللطيف، والى اللقاء في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.